بات من المألوف أن تشاهد طوابير البشر وتجمعاتهم لساعات أمام الجمعيات أو المؤسسات في مخيم اليرموك بانتظار وجبة واحدة تنقذ سكان المخيم من الموت جوعا، وربما لا تنقذهم. فالأزمة الإنسانية تزداد سوءا يوما بعد يوم. فمن حصار النظام وميليشيا الجبهة الشعبية للمخيم منذ سنتين إلى اقتحام تنظيم الدولة الأخير قبل شهر ومحاولته السيطرة على اليرموك بشكل كامل، نساء وأطفال يقفون مدة طويلة للحصول على الحساء أو بعض المعونة في ظروف مناخية تقف ضدهم صيفا أو شتاء. فمن لا يجد الطعام بكل تأكيد لن يحصل على ما بات رفاهية للمحاصرين جنوب دمشق. يعني ما عاد صدقنا حدا ولا عاد يهتمين أصلا من الموضوع، فتح ولا ما فتح كله نفس الشيء عنا، كله علاج بعلاج. عم نستنى اليوم وبكرة واليوم وبكرة. أنا من جهدي أنا يعني ما عاد تابعت أخبار الاتفاقية نهائيا، ما عاد تابعتها. وحتى في حال الحصول على مواد غذائية أولية تواجه مشكلة أخرى سكان المخيم المحاصر، فالغاز المستخدم للطبخ معدوم تقريبا ليستعيض الأهالي بطرق أخرى للطبخ كما هو الحال مع هذا الرجل. شوف هنا يعني هاي شوفت عينكم، نجيب البواب نكسرها ونشعل النار ما في حطب بالسوق وغاز ما في عندنا مشكلة الغذاء ليست الوحيدة في مخيم اليرموك، فالتحذيرات الدولية تؤكد شح المياه الصالحة للشرب في تلك المنطقة، ما ينذر بارتفاع نسبة الأمراض والجفاف خصوصا لدى الأطفال. يزيد عليها الوضع الطبي المتردي داخل المشافي بالمخيم ليهدد اجتماع الأزمات هذه عشرات الآلاف من المواطنين. المعارك الدائرة بين ثوار المخيم وتنظيم الدولة والمستمرة منذ أسابيع ضاعفت من المأساة، فمن كان يكابد عناء الانتظار للحصول على الطعام بات عليه الحفاظ على حياته من قصف التنظيم والنظام.